السفرة نفسها أول يوم نفس آخر يوم؟ صح، كل ما لا تتغير. تتغير الأسوأ للأحسن ولا شنو؟ لا، كل يوم تنقص السمبوسة. أكون صريح، لا والله مية نفسها. ليش منقص السمبوسة؟ والله سأليها، راح أشوف اللقاء أقول لي لا ليش تنقص؟ لا أكيد يعني اللياقة تخلص شوي. اليوم خلصت، ما مداني. ما مداك ها؟ أي والله، رحت شفت ما في سمبوسة. شوي يعني شوي تلقى العيش والدقوس بس خلاص. 30 يوم من اللي طبخ؟ الوالدة. الخدام الوالد الوالد لا الحين منو الحين الوالد تتسرع الوالد شكله الوالد امي وخالتي امك وخالتك اي امي بس تسوي حلو خالتي تطبخ امي امك وانا وانت اختي اختك العائله كلها تطبخ اي كلها الا ما هم كان احنا يواع اي والله لا والله راياتهم بيضة وان شاء الله ميزان اعمالهم والله الحين ماما طبخت 30 يوم صح صح احنا ايش المفروض شنو نعطيها عيديه عيديه اعطيها احلى لمه في احلى من لما يعني معنوي الموضوع لا هي طبعا خالتي ام يوسف ترى قاعد يقص عليك قول له احج وهي على ظهري ما اوفيها يعني هديتها بالك تستاهل هديتها 10 مرات مو مره انا اعطيها وعد من الحين هديتها تم صراحه ما عندي فلوس دينار دينار؟ اي 10 10؟ يبي يعطيها 10 دنانير وحكتب 10 انا عيونتي راح تنزل بعد يوم بعطيها كلها حق امي كلها حق امك هديه الله وناسه ذهب نجيب لهم اوه الموضوع هني صعب بيعطون ذهب من ابوي من ابو لا والله اقسم بالله كلهم هديتهم كلهم والله جبت لهم هدايا عيديتي لامي تنشنوني شيء شاطر بالدراسه ما كلف على نفسي بس اللهم ركز اكثر بس ها بس ترى ودك يعني مو هين ها فاحنا ودنا نقول حق كل شخص ساهم انه يعيشكم 30 يوم باطباق جميله نقول له شكرا عيديتي موش اما امي ربيان انت محدد اي محدد لازم عشان شنو هدية؟ عشان هدية حق يطبخولي ولولو ما طبخت؟ ها؟ ما تبين؟ ايوا